انا اخويا نجي بس اللي عاد وصلت الحمد لله، وصلت على خير بخير. ده بعد وصلت انا كلها على خير بخير. انت تاريخ ريد كولور عنده 2023، و جرين فيت عندهم 2024، عندك 3 تاريخ. أنا وصلت على خير بخير خويا، الله يجازيك بخير. من اللي اخترت الله يسهل عليك. انت اخويا هذا التاريخ ديال ريد كولور لتلو 3/10/2023، وهذا ديال جرين فيت هو تلو 5/5/2024. التاريخ بعيد مزيان. ايوا المهم هو كلشي وصل على خير بخير، الله يجازيك بخير اللي خطاك.